وبالتالي ما المطلوب يعني برأيك من الشعب الجزائري اليوم؟ هناك من قاطع الانتخابات لا يرى أفقا ولا يرى مستقبلا مع هذه الحكومة، وهذه مقاطعة تجدها عملا سياسيا. إذن يعني كيف يعبر المواطن الجزائري اليوم عن رفضه لكل هذا المشهد؟ لو 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 الجزائريين قبل أن يقاطعوا طالبوا بالمقاطعة وأعلنوا المقاطعة وحثوا الناس على المقاطعة لأصبحت أسلوبا سياسيا طبيعيا، لأن المقاطعة لا يحظرها القانون في أي دستور في العالم. المقاطعة هي حق دستوري، وبالتالي عندما تتعاطى مع عصابة سارق البلد وممتلكاته، عصابة خائنة للخارج، فأنت تزكيها، لأن الأوضاع غير أوضاع 2019. الآن نحن ماضون إلى ثورة يعني وهي الآن يعني تدنو شيئا فشيء. ثورة يعني هي قاب قوسين، العصابة التي تحكم تعلم ذلك والمواطن الجزائري يعلم ذلك، إنما الخوف الآن الثورة آتية لا ريب فيها، لكن المصيبة والذي نتخوف منه أن العصابة الحاكمة فوتت علينا فرصة الثورة السلمية النموذجية التي أطلقناها في 2019 وانقلبت عليها، ويأست المجتمع الجزائري في أن يعني لا الأسلوب السياسي نافع ولا الأسلوب الثوري السلمي الحضاري الوطني نافع، فبالتالي لم تترك أمام الشعب الجزائري إلا خيار الثورة، ولكنها ما دامت قد يعني غلقت أمامه سبل الثورة السلمية الحضارية، فنحن ماضون إلى إحدى ثورتين لا تشرفنا كجزائريين ولا تخدمنا كجزائريين. إما ثورة جوعة تسيء إلى سمعة الجزائريين، الجزائر الشعب الذي قام بثورة نوفمبر العظيمة التي علمت الشعوب كيف تتحرر. يعني أنا كجزائري يسوءني أن يأتي علي زمان وأرى أبناء بلدي يقومون بثورة جوعة أو ثورة فوضى، وثورة فوضى يكون ضحيتها الأول الوطن، ونحن يعني بقدر كرهنا للعصابة الحاكمة والنظام القائم بقدر محبتنا لوطننا وبلدنا. نحن في الجزائر صبرنا وابتلعنا الأشواك في التسعينات، وصبرنا على إراقة دمائنا، ربع مليون جزائري في 5 سنوات. الكيان الصهيوني في فلسطين منذ 48 إلى يوم الناس هذا، ورغم المجازر التي تقترف جهارا نهارا صباحا مساء في غزة، لم يبلغ عدد شهداء فلسطين في هذه المرحلة من قضوا على أيادي الصهاينة لم يبلغوا ربع مليون فلسطيني، بينما نحن في 5 سنوات ذبحوا منا ربع مليون جزائري، ومع ذلك صبرنا يعني من أجل الوطن، من أجل أن لا ينقسم الوطن، ومن أجل أن لا يدخل الغاز الأجنبي بشكل صريح. لا معنا نعرف أن الغاز الأجنبي يتحكم في الجزائر من خلال وكلائه، لكن هذا الوضع أهون من وضع الاحتلال المباشر. ولكن الآن إذا لا قدر الله قامت ثورة فوضوية في الجزائر، فيكون أول ضحاياها الوطن، أول ضحاياها الثلاثية المقدسة عند الجزائريين، وهي وحدة التراب الوطني، وحدة الشعب الجزائري، ووحدة الجيش الوطني الشعبي. نحن نؤثر أن يذبحنا الجيش وهو متحد، على أن ينصرنا فريق من الجيش ضد فريق آخر من الجيش، وتكون هناك حرب أهلية ستجعل الجزائر أثرا بعد عين لا قدر الله. سيد عبد الله، اليوم هناك الكثير من الوعود أطلقها تبون في العهدة الأولى، في بداية العهدة الأولى من 2019 وحتى اليوم، لم تتحقق هذه الوعود حسب شهادات وحسب الشباب في الجزائر. اليوم هل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون معني بتنفيذ هذه الوعود حتى لا تنفجر الأوضاع؟ وهل الدولة على علم بهذا أو تعلم ذلك يقينا بأن الأوضاع ربما تنفجر في أي لحظة؟ نحن نحاسب من أعطيك إرادة الفعل ثم نحاسبك على الفعل. تبون ليست له إرادة الفعل، فبالتالي لا نحاسبه على ما يفعل. تبون يفعل بل يقول ما يملى عليه. تبون قالها نصا
لا تهمني نسبة المشاركة. لماذا؟ لأن العسكر عينني، والعسكر إن شاء مدد لي، وإن شاء زج بي في السجن، وإن شاء، لأن العسكر عندنا فوق أكبر حزب في الجزائر هو حزب الفساد، وأكبر سلطة في الجزائر ليست رئاسة الجمهورية، وإنما هي حزب جماعة المخابرات. وبالتالي كل دولة في العالم فيها أعلى سلطة هي رئاسة الجمهورية، أو بعض الملكيات فيها المؤسسة الملكية، وأكبر حزب هو الحزب الحاكم. في الجزائر لا، أكبر حزب هو حزب الفساد، وأعلى سلطة هي سلطة المخابرات. وبالتالي نحن نتكلم على شخص ديكور ليس أكثر، يعني قيمة تبون لا، يعني لا تزيد شيئا عن قيمة الكرسي الذي يجلس عليه في المرادية، أو القلم الذي وقع به الأوراق. فبالتالي نحن، هو كان في البداية في 2019 قطع على نفسه أمام الجزائريين، أو كذب أمام الجزائريين ب 54 وعدا لم ينجز منها نصف وعد. فبالتالي نحن نعرف أن الدولة ماضية بمنطق المنطق الجزائري الشعبي العامي، دزوا معاهم، نحن هكذا ودزوا معاهم. يعني ما تقولونها أنتم في المشرق شربوا من البحر، أو ضرب راسك في الحيط، أو من يعرف فاش تقولوا لها، نحن في الجزائر نقول دزوا معاهم، نحن هكذا ودزوا معاهم. نحن ماضون فيما نحن ماضون إليه، لا يهمنا، لا تهمنا الجزائر، لا يهمنا رأي الشعب الجزائري، لا يهمنا آمال الشعب الجزائري، لا تهمنا آلام الشعب الجزائري. نحن نفعل ما نشاء، وكأن هذه الجزائر ورثوها عن أبائهم يفعلون ما يشاءوا. يعني نحن الآن حولونا إلى درجة، بدل ما كنا نحلم أن نكون في درجة المواطنة، أصبحنا في، يعني بدل ما كنا نحلم بأن نكون مواطنين أصبحنا رعايا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، يريدون أن يجعلوا منا عبيدا. يعني بعد ما كنا في مرتبة الرعايا ونطمح لأن نكون مواطنين، الآن الأمور ارتدت وانقلبت على عقبها، ونحن مارين دعاء هذا النظام لنكون عبيد في بلدنا التي حررها أجدادنا. وفي الأخير نجد أنفسنا تحكمنا فرنسا بالوكالة، وهذا أسوأ أنواع الاحتلال.